ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهاردة بتاعنا هيكون لفوق ال18 سنة، او للمتزوجين بالاكتر، او للبنات المخطوبة وخلاص فاضلها شوية صغيرين على الجواز. هنتكلم في حاجة، هنتكلم عن الحاجات اللي بتخلي الراجل ينفر منك او يبعد عنك، ولو عملتيها كتير هيكرهك تماما 100%، حاجات احنا مش واخدين بالنا منها خالص. بس انا النهارده جايه لكم عشان اقول لكم الحاجات دي يمكن تاخدي بالك منها، ممكن تكون في ناس عارفاها، بس انا حابه اقول للناس اللي مش عارفه الحاجات دي. يلا بينا نبدا. اول حاجه، الراجل ما بيحبهاش ومش بيفضلها ابدا في الست ان هي يعني يشم منها ريحه مش كويسه، سواء انت بتغسلي المواعين، سواء انت بتطبخي. عارفه طبعا ان غصب عنك لازم يظهر فيكي ريحه كده. انا هحاول اتكلم وافهمكم الموضوع، بس يعني اعذروني لو قلت حاجه مش عاجباكم. الريحه اللي مش كويسه في اي منطقه من مناطق الجسم، سواء في ايدك وانت بتغسلي المواعين، سواء في هدومك وانت بتطبخي، سواء في اماكن اخرى، لازم تعتني بريحتك كويس جدا جدا جدا. انا بقول لكم حقيقي الاسباب اللي ممكن تخلي الراجل ينفر منك او يبعد عنك، او انتوا فاهمين طبعا. اهتمي بمنطقة الاندر ارم كويس جدا، عشان المنطقة دي من المناطق اللي بتعرق بسرعة. اهتمي بمنطقة البيكيني كويس جدا جدا، استعملي لها غسول خاص، غيري باستمرار الملابس تبقى قطنية، تمام. حاولي على قد ما تقدري تهتمي بنظافة جسمك، استخدمي بادي لوشن، بادي ميست، عندك مليون حاجة ممكن تستخدميهم عشان تبرزي جمالك وأنوثتك وتبقي نظيفة على طول، عندك مليون حاجة. فدي أول حاجة حبيت أخليها لكم، أول حاجة ممكن تخلي الراجل ينفر منك أو يبعد عنك. الحركة دي مضايقاني قوي، انا ممكن اروح اغير التسريحة، انا رحت غيرتها وجيت اصلا. تاني حاجة ممكن تخلي الراجل ينفر منك النكد. النكد بنقولها بهزار في كوميكس، لا، النكد، النكد ممكن يخليه ما يتكلمش معاكي، يتجنب الهزار معاكي، يتجنب الحوارات معاكي. يعني مثلا لو في حوار وكده تحت حصل معاه، سواء بنت سألته على حاجة، الست سألته على حاجة، فجي يحكي لك وانتي تعصبتي عليه او نكدتي عليه، ممكن تتعصبي، لازم تقفشي زي انا بقفش، لازم اقفش، ونكدتي عليه بزيادة وعيطتي وصوتي، استحالة هيجي صرحك، واستحالة هيجي يحكي لك حاجة تانية خالص. ده ممكن ما يتكلمش معاكي اصلا. الراجل بيحب البنت الهادية في اسلوبها، ما بيحبش العياط والزن الكتير، ما بيحبهمش. يعني انت هتلاحظي حتى لما انا بتكلم الكلام ده هتقولي عندك حق، ده انت هتفتكري موقف حصل معاكي بقاله 10 سنين انت زنيتي فيه وما حكيلكيش من ساعتها، فانت هتعرفوا ان انا عندي حق في الكلام ده. يعني الراجل اوعى تفتكروا ان هو مش بيدقق في التفاصيل ابدا، بيدققوا جدا جدا جدا، بيدققوا في الكلام، بيحفظوا الكلام، بيحفظوا انت بتزني ازاي، بيحفظوا انت بتنكدي ازاي. الريحه اللي بيشمها فيكي بيفضل فاكرها، ولو بعد 5 سنين هتلاحظي مثلا لو ريحتك بشعه النهارده فهيقول لك ايه ده، الريحه دي كانت فيكي من اسبوعين او كده، فهو بيشم وبيبقى حافظ. تالت حاجه الراجل ما بيحبهاش في الست الزنانه. يعني ايه زنانه؟ يعني بتزني في كل حاجه بتعملوها، بتزني في طريقه الكلام، بتزني في الطلبات، بتزني في العركه، بتزني زن زن زن. هو ما بيحبش كده، ما بيحبوش هم الزن خالص، ما بيعترفوش بيه. الشك، الراجل ما بيحبش الشك، بيحب الغيره بس ما بيحبش الشك، بيحب ان انت تغيري عليه حبيبي ايه وكوكو المحنة والحاجات دي، بس ما يحبش ابدا ان انت تقولي له وانت كنت فين، اصل انت عملت في اليوم الفلاني لا، ما بيحبوش كده ابدا ابدا. فلازم تكوني عارفة ان هو ما بيحبش الشك، ما بيتقوش. حاجة تانية، الراجل دايما بيشوف ستات حلوة في الشارع،
في الشغل، في التلفزيون، ممثلين، ممثلات، وشايفك عم عبد البواب لازم يبص لغيرك. على الأقل بصوا اعملوا ايه. التسريحة دي ضايقتني جدا، تسريحة كويسة مش عاملة شعرك لميه بطريقة كويسة، ميك اب خفيف خالص في البيت، لانسز، رموش. حاولي غيري من نفسك عشان تحسسيه ان انتي يعني عملتي حاجة في نفسك جديدة. البسي حاجة. امال اللانجري دي معمولة لايه؟ جوزك حلالك على فكرة، من حقك تدلعيه ومن حقه يتدلع يعني. حاجة كمان مهمة جدا واحنا اللي بنخليهم ياخدوا بالهم منها، التفاصيل اللي في جسمنا واللي في وشنا. يعني هو ما بيكونش واخد باله، لما تقولي له مثلا حبيبي عندي حبايه هنا، فبيبتدي يدق، انت بتخليه يشوفها ليه؟ طيب لو هو لاحظ قولي له اه دي هتروح، دي بيجي على طول بيقولي كده وبيروح. انما لما هو بيدق، واحنا عارفين الحبوب بتاعتنا عامله ازاي، الستات بتختلف عن الرجال، بيشوف حاجه فيها فبيقرف، هينفر منك، مش هيعرف يبصلك. دي حاجة كده انتوا معظمكم مش واخدين بالكم منها خالص. لو قلت له ده انا كان عندي مثلا تعويرة اللي هنا دي قعدت تنزل دم وعملت، فبيبتدي يبص للتعويرة اللي في ايدك، ف بيتضايق منها، بيقرف منها، مش هيبص لها تاني، مش هيبص لايدك غير لما التعويرة تخف. وبيفضل كده وهو بياكل بيتخيل بقى. ف طبعا انتوا متخيلين انا بتكلم في ايه، اكيد متخيلين. حاجة تانية برضو يعني، بص بيخفى عليكم حاجات كده. تفضليش يا حبيبتي يا عسل يا كميلة تقعدي تقولي له بص صاحبتي دي، دي بطل، دي قمر، دي مزة، دي عسل، دمها خفيف، وفي الاخر اصلا بيكون مع صاحبتك وانتي هبة، فاهمين؟ ف بلاش تتكلمي عن واحدة غير نفسك يا حبيبتي، جاملي نفسك قولي له انا كميلة، هتعمل مش عارف، على فكرة انا قمر، على فكرة انا عسل، ده انت بختك ان انت معاك واحدة شباب. كلام من ده لما انت تقعدي تقولي الكلام ده قدامه، هو هيقول ايه ده، دي البت واثقة من نفسها، مفيش حد يهدها، اوعى بقى. خليكي كده. نتكلم عن حاجة تانية ومهمة جدا جدا جدا، انت ما بتدلعيش جوزك ليه؟ دلعيه. اقول لك بالبلدي، طب ايه في البيت، جوزك حلالك دلعيه، كلام حلو، قلبي حبيبي يا روحي، انت عارفين طبعا الكلام ده. وبعدين طلع حبيت الايام اللي فاتوا دول، واحده قالت مش فاكره اسمها بس انا حبيتها يعني انا بحبها، قالت فنون الدلعوش، قولي له ايه يا محمود، حاجه زي كده، مش عارفه والله، مش عارفه اللي ده. انا لو قابلتها خليها تعمل معايا فيديو وتقول لكم دي كده، اعمل كده، دخلي في وسط الدلع كلام انجليزي، هما بيحبوا قوي كده، قولي له حبيبي I'm sorry. تخيلي I'm sorry دي هتطلع منك ازاي، وهتوصل له هو سهم في قلبه. خليكي مع جوزك رقيقة، زعقي للعيال وانت لعد شكبك وهو علينا لو مطوي سكاكين بقى وبتاع، اول ما هو يجي اللي هو هدوء، سكوت، سكون، كل حاجة يعني. وبلاش تعملي التسريحات للشباب دي عشان هقطع شعري ده، عشان بكره قوي التسريحه دي بصراحه، مش عارفه البنات بيستحملوها ازاي، ده انا عماله ارجع اهو الحمد لله. اثبتي بقى. حاجات كتير جدا ممكن تعمليها تخلي جوزك معاكي وبيحبك وما يسيبكيش وما يبصش بره، اهم حاجه ما يبصش بره، عشان لو بص بره هيتقطع في كيس بلاستيك. احتوي جوزك، كم كلمه كده على السريع كده، الفيديو بتاعنا خالص بس هقول لك كم كلمه كده على السريع. احتوي جوزك، حبيه من كل قلبك، اخلصي له، خليكي جدع معاه، خليكي راجل معاه طول ما انتي مية مية وصح صح كبدة مية مية وصح صح طول ما انتي مية مية هيعرف ان انتي راجل، حتى لو خانك هيرجع لك تاني عشان عارف ان هو ما يستهلكيش. وعلى فكرة طول ما الراجل
عارف ان انت مية مية والف مية ممكن يبصلك، بيخاف وعمره ما هيبص بره ولا يلعب بديله ابدا. وموضوع كده مهم هتكلم فيه المرة الجاية، مهم جدا 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 عشان احنا ظالمين الرجالة فيه. استنوني بقى، وما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب، تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني.